هل لا يعني لا، هل معنى كلام يا من لما احط كلام ربنا يصلح حال بلدنا يا لما رب. لما احط كلام الدكتور رضا عبد السلام في ما يتعلق بالإعلام والحملة الإعلامية اللي كانت ضده، طيب هل متخذ القرار تأثر بهذه الحملة يعني مشى الدكتور رضا من الشرقية؟ انا بص يا استاذ عمرو، انا ما اقدرش اقول الكلام ده، لان في النهايه زي ما بقول لك انا محترم هذا القرار، نعم لان انا زي 10. اشمعنى انا يعني؟ ما انا اشتغلت، يمكن كان الظاهر او يمكن كان عندي حرفيه في شغلي شويه اكتر، ان انا بتحرك. ثانيا انا كنت متحرك اكتر، ده اللي خلى الاعلام مهتم قوي بجولاتنا وبلقاءاتنا وحواراتنا، وكان في حاجات تضحك وحاجات زي ما حضرتك فاكر يعني. ففي النهايه الناس مشغوله، الله طب اشمعنى الراجل ده؟ لكن في، احنا ما احناش ملائكه، في سلبيات ربما، اكيد في بس سلبيات، حضرتك لكن زي ما بنقول ما جاوبتنيش طالما عن اتخذ سؤالي. قرار سياسي لابد ان نحترمه. ما جاوبتنيش عن سؤالي، تقييمك نعم، لهذا القرار السياسي، هل رئيس الجمهورية موضوع الاعلام، تأثر ان بما انه أثير تاثر حولك في بالاعلام، الإعلام؟ نعم. كل الاحتمالات وارده، وزي ما بقول لك انا مش مطلوب ان انا اسال صاحب القرار انت شلت ليه لا وحطيت احنا ليه، مش بنسأل، انا احنا بكلمك بكل بناخد صراحه، تقييم حضرتك. ولا الموضوع بالنسبه لي. لا 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 لا، بالعكس، كل حاجه لها يا اخي، الشرقيه لها خصوصيه يا استاذ عمرو. احنا مقبلين على فتره ربنا يعني يوفق مصر ويحميها في الفتره اللي جايه، ربما الفتره اللي جايه محتاجه ترتيبات اخرى يا استاذ عمرو، في ابعاد كتيره، الموضوع مش موضوع نتكلم وخلاص. لا، احنا الشرقيه دي بلد لها ظهير صحراوي مرتبطه بهناك بسينا، فيها جماعات، فيها يا بيه انت بتتكلم في ايه؟ فالامور انا احترم القرار ده في توقيته، وانا راجع جامعتي ورحت اديت محاضراتي وطلبتي مبسوطين بيا جدا يا استاذ عمرو، طيب فنتوكل على الله ونوصل رحلتنا بقى. طيب تمام، لكن هل ده معناه ان الدكتور رضا خلاص يعني لو طلب في اي منصب اخر او في اي محافظه اخرى انه خلاص هيقول انا لا انا مبسوط في جامعتي ومع اسرتي وهنام كويس وهبطل الجولات لا الميدانيه؟ اطلاقا اطلاقا لا يا استاذ عمرو، يبقى انا ما بحبش بلدي، يبقى انا انسان اناني. لا، لو طلب مني اي عمل في بلدي، ده انا قلت لما تعيننا محافظين قلتها احنا محاربين، حتى لما كانوا بيقولوا بنسال محافظ الشرقيه بيقولوا انت رايح فين، بقول ما اعرفش، انا جندي. لما الضابط او القائد الكتيبه يقول للعسكري روح اقف على التبه دي، يروح يقف على التبه دي. تمام. من ضمن انا رحت اشتغلت في الشرقيه، ما كنتش اعرف ان انا رايح الشرقيه، من ضمن الملفات والله لو طلب مني ان انا اروح مكان تاني